السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذا الفيديو الثاني على الدوم. دونك الفيديو الاول شرحت لكم فيه كيفاش كنقدروا نرسموا بحال هاد لاغ اللي كتسمى اغ دي ليمون. تنتمنى انكم تشوفوها قبل ما تشوفوا هذا الفيديو هذا. دونك بالنسبه لينا في هذا الفيديو غنشوفوا كيفاش كنقدروا نباركوريو هاد لاغ الا كنا في واحد ليمون معين، يعني الا كنت مثلا في فورم كي كندير نوصل لاش تي ام ال ولا نوصل لابيل ولا نوصل للتايتل ولا يعني بحال الا تخيلنا هذا الطريق كنكون في شي بلاصه في واحد الاليمون اشنو الخطوط اللي غادي ندوز عليهم باش نوصل البلاصه فين بغيت نوصل لهدف معين على حساب التمرين. دونك هذوك الخطوط نورمالمون عندهم معاني حنا غنشوفوهم وعندهم كوداج كيفاش كيتكتبوا في جافا سكريبت حنا غنشوفوهم. دونك اول حاجه بالنسبه لي زيليمون هما انواع، كاين عندي لي زيليمون اللي كيتسموا دي زيليمون اونفون و كاينين لي زيليمون اللي غيتسموا اليمون فرير او اليمون اللي كيتسموا اليمون باغ. سي بون، اذا الا كنت انا فواحد ليليمون معين مثلا انا محطوط هنا، انا كاين هنا في بادي، فلي زيليمون اونفون ديولي هما هادو اللي تحت مني اللي خرج منهم هاد الخط. الا بغيت نوصل ليهم عندي طريق، المهم خصني نعرف شكون هما. هادو هما لي زيليمون اونف. ليليمون اللي جيت منو هذا كيتسمى ليليمون باغ، اللي هو اللي عطاني انايا طريق. هذا يعني اش تي ام ال هو الاليمون بارون ديال بادي، و الاليمون اللي هو فخير ديالي يعني نفس النيفو، يعني حنا بجوج عندنا نفس لو بير. فمثلا هاد هو الفخير ديال بادي، بي عندو جوج ديال لي فخير و معندوش اونفون و عندو لو بير اولا البارنت ديالو هو البادي. الفروم اولا الفورم عندو جوج ديال لي زونفون، عندو البادي هو البير البارنت ديالو وعندو جوج ديال لي فخير. تفهمنا دابا هادي بالهضره ديالنا بالشرح. الا بغينا نعرفوها بجافا سكريبت راه ساهله، غنشوفوا باننا الا بغينا نباركوريو لي زيليمون اونفون نقدروا نستهلو شيلد نودز. هادي واحد لا ليست او الكوليكسيون اللي كتعطيني لي نود، لي نود يعني لي زيليمون لي نو اونفون، غتعطيني مجموعه يعني خصني ندخل نباركوريها بجوجل باش نجبد لي زيليمون ديولي كاملين. دونك الا كنت انا في او ال تي واحد ليليمون سميتو او ال تي اللي جبت فيه البادي، فهداك او ال تي بوا شيلد نودز غيعطيني الاش ا او بي او فورم. شيلد نودز اونتر كروشي الا نخدمها بحال شكل طابلو زيرو غتخرج لي هي اش ا، الواحد هي البي والجوج هي الفورم. نقدر ندخل لاي واحد بغيت عادي ببوكل بحال خدام على طابلو. الا بغيت ندخل لاول اونفو ولا اخر اونفو نقدر نستخدم شيلد نودز زيرو ولا شيلد نودز ليدز موزع، نقدر نخدم فيرست ولاست شيلد كاينين موجودين. بحال دابا الا درت هاد البادي بوا فيرست شيلد على حساب هاد الشيما ولا غبر اللي عندي، فيرست شيلد ديالها هو الاش ا ولاست شيلد ديالها هو الفورم. اوكي الفورم الفيرست شيلد ديالو هي لابيل واللاست شيلد ديالو هي الانبوت. هنا عندها اصلا غير جوج، دونك هاتنا كي كنقدروا باركوريو جميع لي زونفون. بالنسبه الى بغينا باركوريو لي فرير يعني في نفس النيفو، هنا نقدروا نخدموا بحال دابا الا جيت لهاد بي، بي عنده دي فرير اللي قبل منه ودي فرير اللي من وراه. لي فرير اللي قبل منه بلونغلي بريفيوز، من وراه نيكست. دونك فاش غادي ندويو على اللي قبل منا غادي نخدمو على بريفيوز سيبلين او لا بريفيوز اليمنت سيبلين، وكاين الفرق بيناتهم نقدروا نديطايوه من بعد. المهم دابا نتوما قولوا غنخدمو هذه ديال اليمنت سيبلين اولا وحده فيهم ماشي مشكل. الفرير اللي من ورايا كيتسمى نيكست سيبلين او لا نيكست اليمنت سيبلين صافي. فدابا الا درنا هاد بي بوا نيكست اليمنت سيبلين هي الفورم، الا درنا الفورم بوا previous element sibling هي البي، البادي point previous element sibling هي الهيد. فهمنا يعني الفخير ديالو اللي قبل منه على حسب بيان سور لاغب اللي تتكون عندك، يعني كل واحد والشيما اللي عنده. فوالا دونك هذه بالنسبه لي فخير. من بعد كيكون عندي البارون، دونك عادي هي بارنت نود، بارنت نود الا درت مثلا لابيل بوان بارنت نود غنطيح في فورم، فورم بوان بارنت نود هي بادي، بادي بوان بارنت نود هي
HTML. اذا غير هاد المعلومات يعني المختصره كتتمكن لي انني باركوري لاربغ ديال دي زيليمون ديالي فين ما كنت نوصل لاي بلاصه بغيت باستخدامهم. يعني كندير بوا وكنبقى غادي بهذاك لوبيراتور بوا حتى توصل ليليمون اللي بغيت. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، ان شاء الله غنديروا تمارين في هذا السياق. الى اللقاء.